غادي نتكلموا في هذا الفيديو على قانون ديال التدفقات يعني لفلوسي اللي خرج الباح في الجريدة الرسمية. كنا كنتسناو من بعد مصادقة على القانون نهار 2 ديال اكتوبر، اذا البارح خرجوا بعض التفاصيل، ولكن مازال هناك مجموعة من التوصيات او دوريات اللي غادي يفصلوا هذا القانون اكثر من هذا الشيء اللي خرج البارح. غادي نبداو باول حاجه، وانه ابتداء من يوم 1 في شهر 11 2024، يعني 1 نوفمبر، ابتداء من 1 في شهر 11 2024، الباترونات ارباب العمل اللي باغين يجيبوا شي واحد من الخارج، كندويش على المغرب لان كاين اكثر من 70 دولة، يمكن لهم يبداو في لابري كومبيلاسيوني. شنو هي لابري كومبيلاسيوني؟ هي هذيك اللي كنتو كتمشيو مثلا عند الكاف ولا السينداكاتي، ولا كيمشي عند كوميرشياليستو ديالو وكيعمل له الطلب وكيوجد داك الطلب، ونهار اللي كيكون الكليك داي مع التسعد كل شيء كيكون على القرص مع التسعد وكيصيفطو. دابا الامر تغير شويه، هو نهار ديال 1/11 كيبداو، ونهار ديال 30/11 غادي تسالى هاد لابري كومبيلاسيوني، يعني المده الزمنيه فين لي داتوري دي لافورو لي باترون يمكن لهم يعمرو هي شهر من الزمن. شنو خاص هاد لابري كومبيلاسيوني؟ علاش داروها؟ داروها علاش كيعطيو فرصه للسبورتيلو اونيكو بير ليميغراسيوني اللي هو البريفيتورا، باش انها تاكد من جميع المعلومات المصرح بها من طرف الداتوري دي لافورو او البادون. فغادي نطرقوا في هذا الفيديو حتى الوثائق المطلوبه من عند الباترون، والوثائق المطلوبه من عند لوستانيرو يعني من عند العامل. وعاد غادي نتكلموا علاش جا مثلا هذا الشيء كله، علاش هذا الشيء، وشنو هي الشروط، الشروط اللي خاص تكون في الداتور دي لافورو واللي تكون حتى في العامل. هذا الشيء جا باش يحد من داك البيع والشراء في البشر اللي كانوا كيديروه السماسريه، وكانوا كيديروه حتى بعض ارباب العمل، يعني كيديروا تصاريح مزوره. مثلا انا خاصني 5 ديال العمال، وانا ما ناوي باش نخدم حتى شي واحد، وكنمشي نعمر الخمسه وكنشد من عندهم 6000 ولا 7000 اورو، تيكون هذاك المدخول السنوي ديالي في النوار، تنكون سواء انا ربحت ولا خسرت انا راني دخلت. فاش كيجي داك العامل من البلاد دخلت، فاش كيجي داك العامل من البلاد ديالو كنكون ديجا داير معاه او ما دايرش معاه، فاش كيجي كيقول له ما كيبغيش يمشي كاع مع البريفيتور، تيخليه تيدور بلا ورق بلا حتى شي حاجه. إذن هاد ديكريتو اللي خرج في لا غازيتا وفي تشارلي اللي هي الجريدة الرسمية تيمنع هاد المسائل هذا، أو كيحد من هاد المسائل هادي. علاش؟ لأن هاديك لابري كومبيلاسيون اللي غادي تبدا في شهر 1 في 1 في شهر 11 وغتسالى نهار 30 في 11، ما يمكن يخرج النولة وسطى حتى تيكون الداتوري دي لافورو داز بجميع المراحل ونجح فيها، ديال الغيديتو ديال لا لوجو ديال كلشي ونجح فيه، يعني كلشي داز. اذا شكون اللي غادي يدفع في الكوطا؟ اللي غادي يدفع في الكوطا هي اللي كتوفر فيه جميع الشروط. وعاد ديك الساعه واش غادي يدخل في الكوطا ولا ما غاديش يدخل. بلا ما نطول عليكم غادي نقول لكم الداتوري دي لافورو شنو الشروط اللي خاص تكون فيه، او الدوكومينتو مثلا ها هو محطوط قدام الكمبيوتر، شنو خاص الوثائق اللي تكون عنده باش يمكن له يعمر الطلب. اوكي الو، اول حاجه دوكومينتو دي دنتيتا،
اول حاجه هي دوكومينتو دي ديدنتيتي يكون فاليد، يعني مازال ما تسالاش كارتا دي ديدنتيتا تكون مازال ما تسالاش كارت ناسيونال مازال ان كورسو دي فاليديتا. ثاني حاجه الكوديتشي فيسكالي. ثالث حاجه الا بغيتو تسجلوا سجلوا. ثالث حاجه لا فيزورا كاميرالي، لان عنده ازيندا يعني لازم تكون عنده لا فيزورا كاميرالي. رابعا ديكيراسيوني دي ريديتي اللي كيبينوا بان هذا السيد عنده القدره باش انه يجيب واحد او جوج او ثلاثه على حساب لا ديكيراسيون ديال الريديتي ديالو، فهمتوا؟ يعني بانه قادر باش انه يوفر لنفسه الاسره ديالو على حساب لو ستاتو دي فاميليا ديالو انه يقد بهم ويقد حتى داك اللابوراتوري اللي غادي يجيب ويخلص له حتى الضرائب ديالو. لا بارتي تايبا، لا بارتي تايبا اي بوي تشي الدورك. الدورك هو واحد دوكومينتو الناس اللي عندهم لا بارتي تايبا، سواء كان فلاح سواء كان ادراوليك يعني بلومبي ولا كوافور ولا اللي بغى يكون، خاص يكون عنده الدورك. شنو هو الدورك؟ الدورك هي ان الاجنسيه ديال الانطراط ما كتسالك حتى شي حاجه، مخلص لي كونتروبوتي ديالك، ما عندك حتى شي مشكل ولا شي دين مع الدوله فيما يخص العمل ديالك. اذا هادو هما الاشياء اللي خاص تكون عند الداتوري دي لافور. زيد على ذلك خاصو ما يكونش جايب حتى شي واحد من قبل ومخليه كيتسكل في ايطاليا وما دارلو لا كونتراتو دي سوجورنو وما دفعش معاه. ثانيا خاص ما يكونش عنده سوابق، ماشي مثلا يكون شي غبار ولا شي حاجه كيبحال هكا وداير شي ازيندا ويقول انني غادي وعنده الغيديتو عالي وداكشي، يقول لك انا غادي نجيب شي واحد نخدمو عندي. يعني خاص يكون عنده حسن السيره والسلوك، خاص يكون مخلص جميع المسائل ديالو مع الدوله، لانتريت كل شيء، الضمان الاجتماعي كل شيء عنده ابوستو هو، ولا كانوا عنده شي عمال حتى هما يكون كل شيء عندهم ابوستو، لانه والداتوري دي لافورو بارتي تايفا اولتيما لولتيما ديكاراسيون دي ريديتي، يعني اخر تصريح بالدخل. كارتا دي دنتيتا الكوديتشي فيسكالي فيزورا كاميرالي، هادو هما الوثائق اللي خاصهم يكونوا عند اللي باغي يجيب شي واحد. وما يمكنش وحقا تكون شركه قداش ما بغات تكون ما يمكنلوش يجيب اكثر من ثلاثه د الناس. هادي شحال كان في نابولي واحد عنده كبحال هكا فاتسوليتو ديال البلاد تيدير مع شحال قطار ديال مطيشه كيجيب فيه 20 ديال عباد الله باكستان بنغلاديش. انا دوت على هادو لان عندهم مشاكل كثر منا. اذا هادو هما الوثائق اللي خاص يكونوا قدام الداتوري دي لافورو باش يمكن له يدير لا بري كومبيلاسيون. فوقاش لا بري كومبيلاسيون سامبري فيا ديجيتال، يعني ما كاينش انك تمشي لشي اوفيتش ولا شي حاجه، فيا ديجيتالي كتدخل البورتالي بورتالي سيرفيتي سميتو وتراميت، يعني اما بلو سبيد او بلا كارت ديدنتيتا الكترونيكا كيمكن لك انك انت تعمر الشخص اللي باغي تجيب، ولا ما كنتيش كتعرف يمكن لك تمشي عند الكوميرشياليست ديالك هو يعمر لك الشخص اللي بغيتي تجيب او السينداكاتي ديالك ميرا كوماندو الكاف. الا ما كنتوش واثقين من الناس اللي في الكاف ما تمشيش، خاصكم تكونوا واثقين من دوك الناس اللي في الكاف. حتى لو ستانييرو او اللي غادي يجي من البلاد خاص تكون فيه مجموعه من الشروط. اول حاجه الباسبور ديالو يكون حتى هو مازال فاليدو وفيه اكثر من 6 شهور في التاريخ اللي غادي يدفع الفيزا، يكون عنده في الباسبور ديالو اكثر من 6 اشهر 6 ديال الشهور. يعني هاد الوثائق هادو خصو يصيفطهم للداتوري دي لافورو، لان في الدوماندا خاصو يدخل هاد المسائل هادي. باسبور تكون تصويره واضحه ويكون الاسم واللقب والادريس يكون ورقم ديال الباسبور وتاريخ الصلاحيه وفوقاش غتنتهي مده الصلاحيه. هاد المعلومات يعني ديك الورقه اللي فيها المعلومات تكون جد واضحه، لان في التالي راه كيحملها تيكتب يعني هاد المعلومات ولكن في التالي راه كيحملها.
الا كان عنده سيرتيفيكات يعني ولا ديبلوم مهني ولا ماشي مهني، مثلا عنده شي سيرتيفيكات وعنده شي ديبلوم ديال الفلاحه، عنده ديبلوم ديال الطبخ، عنده شي حاجه كي بحال هكا، خاصو يصيفطها. زائد لا عنده اختو ولا عنده با ولا عنده شي واحد يمكن له هو يعطي الداتوري ديال لابورو فين غايجي يسكن. ما معنى هذا؟ ان ما يمكنلكش تبقى تجي وتبقى من الشمال للجنوب ولا شي حاجه، جايبك واحد السيد غادي تمشي عنده غيدير لك الكونتراتو ديال لافورو ولا الكونتراتو دي سوجورنو، وغادي يسكنك او انت تكون ديجا عندك فين تسكن في ديك البلاصه اللي هو فيها، وتنوض تخدم على راسك من لا غد ليه. هادو الوثائق اللي خاصه لوستغنيو، قلنا الوثائق اللي خاصه الداتوري دي لافورو، قلنا بان باش تعمر لا بري كومبيلاسيون خاصك لو سبيد او لا كارتا دي ديدنتيتا ديجيتالي بالنسبه اللي غادي يجيب جوستا ولا فالسا كونترافاتا. مثلا داك الدورك غادي يمشي للجنسيه ديال انتراتي، واش هاد السيد مخلص كلشي ولا مخلص والو، فهمتوا؟ يعني كلشي غادي يمشي وغادي يتعالج، وفقط اللي غيدخل في الكوطة لان تهدي فيها الوقت يعني 30 يوم من 1 ل 30 اللي فيه جميع المواصفات وتيكفي جميع الشروط ودخل في الكوطة، هذاك ديك الساعات غادي تخرج له لنولا وسطة، وقبل ما يدخل لوستغنييرو اما يدير الكونتراتو دي سوجورنو ولا يدير لا ليتر دي اسونسيوني ديريتامينت. اما الكونتراتو اللي هي كما بروميس انا غادي سيد تلتزم، البريفيتورا كتصيفط له كتقول له انت راك دخلتي للكوطا وراك فيك كلشي، دابا غادي نصيفطو لنولا وسطا، عنده 8 ايام يرد على البريفيتور على السبورتيلو اونيكو 8 ايام، يقول لهم كتابه كلشي بالبيك، ما كاين حتى شي حاجه تمشي تشد الصف ولا شي حاجه، كلشي بالبيك. اذا خاصو يرد في 8 ايام، الا كان عنده الكوميرشاليست راه غيرد عليه الكوميرشاليست في 8 ايام، يقول لهم انا مازال انتريساتو، مازال كيهمني داك العامل داك اللابوراتوري، فهمتوني؟ ديك 8 ايام كيدير اما الكونتراتو دي سوجورنو، يعني فاش غيجي راني غادي نخدمو على الكونتراتو، او كيدير ليتر دي اسونسيوني. فاش كيقول هكا كتخرج منو لا وسطا، كتمشي لعند اللابوراتوري وعندو هو 8 ايام تيكون عندك لهنايا اللابوراتوري، 8 ايام كتصوبو داك الكونتراتو دي سوجورنو او ليتر دي اسونسيوني، لا دوماندا كلها كتمشي بالبيك حتى تجيه رونديفو من عند الكويستوره باش تعطيه باش يدير البصمات. نقطه واحده اخرى غادي نطرق ليها وغادي نوقفوا لان عطيتكم بزاف ديال المعلومات، وهذا الفيديو غادي نولي ننشره هنا في تيك توك، وغادي تنشر حتى في اليوتيوب لان فيها بزاف ديال المعلومات. هاد الناس اللي كيدخلوا اللي غادي يدخلوا بكونتراتو خاصه جونالي قبل ما يتسالى الكونترا ديالهم، سواء مع داك اللي جابهم او مع باترون واحد اخر، 60 يوم قبل ما تسالى الكونترا يمكن لهم يدفعوا يجدوا لا كونفرسيوني، ما بقاتش كونفرسيون يعني لي فلوس، الا لقيتي كونترا تبدل ما كاين لا كوطا ولا ما كوطاش، فهمتوني؟ يمكن لك تبدل وفعود من فلوسي مثلا من 6 جونالي العمل الموسمي، يمكن لك تدفع وتاخد العمل سواء بير لافورو سوبورديناتو. انتبهوا ماشي مثلا غادي نمشي ندير شي حاجة كيني ولا ميني، يعني كل موتيفو لافورو سوبورديناتو. غادخل وخا تدخل 6 جونالي راه من حقك تبدل. اذا الناس اللي غادي يدخلوا يعني ما عندهمش مشكل، اول حاجه ضامنين انهم غيشتغلوا، عارفين بانهم ما غينعسوش في الزنقه، ثالثا عارفين بان داك البيرميسو واخا يكون موسمي غيمكن له يبدلو للقى كونتر ديال الخدمه، سواء بغاه داك اللي جابو بغاه يكمل معاه، سواء ما بغاه شاي يمكن له يقلب على كونتر ديال الخدمه ويدفع ويجدد البيرميسو ديالو. اضافه بسيطه ان
فهاد لا بريكومبيلاسيون اللي غتبدا نهار واحد ديال 11 وتسالي نهار 30 فيها حتى 10000 بوستو، 10000 كونتا نتاع ليكول في لي بادانتي. نفس الوثائق اللي قلت بالنسبه الداتوري دي لافور والبادرون، فقط كاين الاختلاف هو ان البادرون هنا ميمكنلوش يعمر لا دوماندا بوحدو، خاصو يدوز على واحد المكاتب اللي سميتها مكاتب العمل واللي عندها ثانيه واحد اتفاق مع وزاره الداخليه. اذا اللي باغي شي بادانتي ولا باغي شي دوميستيكا خاصو يمشي لهذيك المكاتب يطلبهم. نفس الامر ونفس الوثائق خاصهم يكونوا عند العامله او اللي غادي يجي البادانتي سواء راجل ولا امراه. يعني الباسابورتو البلاصه ديال الباسبور تكون فاليدو النهار اللي دفع فيها اكثر من 6 شهور، وتكون ديك التصويره اللي غادي يصيفط فاش تجي المكتب تكون فيها التصويره والسميه والكنيه وفين ساكن وكل شيء يكون واضح، سيرتيفيكاتو او ديبلوما او كواليفيكا دي لابورو. مثلا جاي بادانتي لكن مثلا فرملي لكن فايت خدام في شي كلينيك اي حاجه من هذا القبيل، شي وحده مثلا كانت خدامه في شي دار كبيره ولا شي حاجه وجايه دوميستيكا يديروا لها شهاده بان هاد السيده خدمات القد والقاد ولا شي حاجه، تزيدها حتى هي تزيدها في لي دوكومينتي حتى هي باش هذوك اللي غادي يجيبوها يعني فاش يكونوا كيعالجوا لا دوماندا يعني عندها شي حاجه دي بيو باش يمكن لهم يجيبوها. اوكي، اذا تنتمنى ان هادشي اللي قلت كله يكون واضح. الفيديو غادي ننشره ان شاء الله سواء في تيك توك او في اليوتيوب، ومازال يعني الديكريتو اللي خرج ما كيهمش فقط لي فلوسي، مازال اشياء اخرى غادي نطرقوا ليها، منها مثلا ريفوجياتي شنو سميتهم لي ريفوجياتي اللجوء، مازال كاين جاي فيها شي حوايج خاصين باللجوء. مازال جايين جوج القوانين تطبيقية لهاد القانون اللي خرج في الجريدة الرسمية البارح، واللي غادي يعطيه بالضبط المكاتب سواء مكاتب ديال الدولة لو سبورتيلو غونيكو أو لا، وسواء بالنسبة لي باتروني يعني اللي باغي يجيب غيعطيهم كيفاش يتنزل بالضبط هاد القانون. ولكن لحد ساعة هادشي اللي بان في الجريدة الرسمية يعني لحد ساعة راه واضح، شفنا الوثائق شفنا التوقيت شفنا الطريقة، يعني لحد ساعة يعني واضح تقريبا 90%. قبيلة كنت دويت لكم بالنسبة لباكستان والبنغلاديش لأن عندهم مشكل كبير مع الباكستان والبنغلاديش لأنهم تيزوروا الوثائق، لهذا هادوك الطلبات ديالهم ماشي فقط غادي يمشيو اللبس تشوف داكشي من اللي مصرح به ولا غيمشيو لجنسية ديال الانتراتي ولا شي حاجة كيبحال هكا، اللي جاي من ديك الدول غيمشي حتى لاكويستورا باش يدقوا في ديك الوثائق المصرح بها هل هي وثائق صحيحة أو وثائق يعني مزورة فالصة. عجبك الفيديو سندنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.